اتفضل. بتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه نحب نسمع دعواتكم لينا، دي نمره واحد. نمره اتنين، والاهم ان انت لما تحس بتعب المفروض في الموضوع ده، لان الموضوع ده حساس جدا، تشوف السبب ايا كان، تتابع اجراءاتك الدوائيه وتخش على الدعامه. الدعامه مشروع يعني حاجه كويسه جدا جدا جدا، بس لما تكون على ايد متخصص شاطر قوي زي الدكتور اسامه. ده مش كلام او مجامله، بس اللي انا شفت فيه ان هو شاطر جدا في مجاله. بسم الله ما شاء الله. نسبه نسبه النجاح مفيش 99، نسبه النجاح 100%. طالما لا ما نقدرش نقول 100%، انا شفته 100%. انت انسان جميل، بس يعني الحمد لله، بس اقصد ان هو نسبه النجاح عالميا حوالي 99% في الايدي الجيده. انت معاك الحمد لله، كنت من الايه، من ال 99 دول اللي هم فازوا بال 100%. لكن طبعا في هو برضه هو ال 1% ده برضه بيقدر يعني دور برضه اللي هو المريض، لان يعني المريض ممكن يجيب ميه على الجرح، ده غلط. ممكن يجيب عرق على الجرح، ممكن مثلا اي حاجه تضيع الدنيا معاه. لكن هو لو حريص على نفسه من الاول، او يستعجل في الجماع او اي مسبب. يعني هو المفروض، انا بنصح اللي بيعمل العمليه، يعني هو في دورين، دور على الدكتور، فالدكتور ما شاء الله شاطر وكويس، ما فيش فيه مشكله. الدور الثاني والاهم او الشق الاهم ان دورك انت كمريض، لان الدكتور مش هينجح وحديك، الدكتور هينجح بيك وبيه، ويدعي ويتصدق يبقى انسان كويس. الدعوه والصدقه والقرب ربنا حاجه عاليه، حاجه مطلوبه جدا جدا جدا. وانا فادتني، وانا عملتها بدل مره 3، وربنا اكرمني وكنت بحس براحه نفسيه جدا، وكنت حاسس ان الموضوع كان بيضايق، بس ربنا اللي كان بينقذني كل مره، عشان خاطر ممكن دعوه حد كده مسكين او غلبان، فكانت بتفرق فرق جامد والله ما شاء الله. فانت كمريض، هو انت اخترت. انا بعد بحث طويل، اصدقاء ونت، الموضوع ده دخلت فيه من 3-4 سنين. كل الاتجاهات كانت بتدي على الدكتور اسامه الحمد لله، اصدقاء الدكتور اسامه. حتى لما صليت الصخره بنيت ان انا اشوف حد مناسب، والله قلبي مال للدكتور اسامه من غير ما اشوفه، رغم ان كان في صديق مقرب ليا كان دليلنا على مكان تاني، وواحد تاني كان دليلنا على مكان تاني. انا قلبي قال للدكتور اسامه، وجيت عند الدكتور اسامه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وانا يعني بطلب من الناس ان هم يدعوا لك، اي حد هيشوف الفيديو ده يدعي لك، لان ده يعني علم ينتفع به وصدقه جاريه بتدل الناس على العلاج المناسب، وبتوضح لهم تجربتك وتجربه الاف تانيين الحمد لله في العلاج الجراحي، بحيث ان ما حدش يتعذب وما حدش يبقى اسرته تنهار. فربنا ينفع بيك، ونطلب من المرضى ان هم يدعوا لك ويدعوا لي معاك. طيب انت الحمد لله ربنا اكرمك وعملت العمليه، بقى لنا دلوقتي فتره، فعايزينك بقى تفهم الناس الدعامه شكلها ايه بعد ما نزرعها.